لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا محمد على هذه المواصيل التي وصلت إليها صدارة في هذا الشوط الصدارة مع الصدارة الصدارة مع الصدارة هذه على المركز الأول سالم بن صالح بن محمد آل جهويل مع المركز الأول بن جهويل ينتزع الشوط المفتوح سلام يا الصدارة سلام الشوط الأول للقاية مع بن جهويل مع الصدارة تهانينا والناموس محمد بن حمد بن جهويل تستهدف الصدارة وانتزاعها للشوط المفتوح لكم يا مرحبا مساء الخير وعافية انتزاعكم كذلك أيضا مفرج خذ الشوط القادم الحمد لله على التوفيق حنا نطمح للأشواط الرئيسية هلو فيها أقوى من الأشواط بعد ودنا معك محمد انتزاعك الأشواط الرئيسية الكارو القعدان اليوم يوم تاريخي لعزبة جهويل الحمد لله رب العالمين حنا الهجن مقدمين هجن سباق وطامعين فيها بأكثر من كذا لكن الفوز ما جاء بسهولة لكن عقب الفوز جاءت أكيد فرحة كبيرة وما جاء الفوز هذا من فراغ الحمد لله رب العالمين حنا عدينا العدة وكل إنسان يتعب وله طموح في الأشواط الرئيسية الله ما يخيب تعبه إن شاء الله لو ذكرنا بسلالتها صدارة بيها الباز وأمها نعيرة من الإنتاج ومفرج به ولد جرمود ومهم هجنة سلالات انت اليوم مشارك الحمد لله رب العالمين توفيق الله سبحانه مشارك بسلالات قوية محمد أبشرك الخير جاي إن شاء الله هل تشوف أن السلالات القوية بكلها دور في حسم الأشواط الرئيسية مثل اليوم أكيد ما يسبق الشوط الأول لأنا قصير والهنجاجاتنا نعم أبو حمد أنا أعرف أنك تهيض غريحتك ببعض الأبيات شو اللي يطري عليك في مثل الأشواط اللي اليوم والله أنا كان عندي قصيدة سابقة في الصدارة يقول استاهل الناموس راعي الصدارة اللي تحطم التيم هي كل مضمار اللي على الناموس فيها جسارة إلى خذت مع شبق الهجن مشوار ترهي على الشوط القوي بجدارة كانها تقول الخصم هيدك والحار شوط تروح فيه تمحق مغارة في سبقها ما تختلف كل انظار انتاجنا ما جاتنا مستعارة من مربط مشهور في كل محضار مركاضها ما هو بتاره وتاره مرهون الهنواميس تكرار الله الله صح الله لسانك وبيض الله وجهك يا ابو حمد وجهك ابيض قصيده اطول من كذا لكن هذا اللي يحضرني منه بيض الله وجهك وصح الله لسانك وجعل فالك التوفيق والناموس اليوم ودوم ان شاء الله وهذا الفوز والناموس بالاشواط الاولى لمن يهديه محمد مرحبا اهديه للوالد ومشجعين شعر من جهويل والفيصل من جهويل صح الله لسانك مره ثانيه بيض الله وجهك شكرا جزيلا مرحبا تستاهل خير وعافيه صح الله بدنك دارنا اللي معك